عشرة والأخبار من التلفزة الوطنية التونسية نستهلها بالعناوين. عدم استقرار في بورصة أسعار الخضر والغلال واجتماع مغلق في وزارة التجارة لبحث سبل تعزيز الآليات الرقمية والتصدي للتجاوزات. في كلمة تونس أمام المنتظمة الأممية تأكيد على كسب رهانات التنموية ومواجهة الإرهاب والتطرف والتمسك بالتسوية السياسية العادلة لقضايا المنطقة. الصواريخ الروسية ترد الفعل بعد استهداف قوتها في محافظة إدلب، ومئات المدنيين يغادرون حماة في اتجاه مناطق آمنة. منتصف الليل من تونس، أهلا بكم. تبدو أسعار الخضر والغلال غير مستقرة من موسم إلى آخر وربما من أسبوع إلى آخر، خاصة مع تواتر المناسبات. كاميرا الأخبار رصدت الأسعار في بورصة يقول التجار إنها تخضع لمنطق العرض والطلب. بين الخضر والغلال، بين أسعار ترتفع تارة وتنخفض تارة أخرى، تكون الجولة اليومية أو الأسبوعية للتونسي. أسعار يصفها البعض بالمرتفعة، فيما يرى آخرون أنها متغيرة من فترة إلى أخرى. طلعت من قبل العيد حتى التو، خاصة الخضرة الصغيرة ذيك في المعدنوس والكلافز والسلق، طالعة طالعة مش نورمال. كانت الربطة من المعدنوس 300 فرنك، طبعا 750 وب 800 وبتلقاها زادة، مش حتى كي تلقاها. مرة تطلع مرة تهبط، كل مرة كيفاه. فهمت؟ كل مرة كيفاه، مش مستقرة. باهية، مناسبة باهية، مش خايبة. الغلة شوية مازالت طالعة هكا، أما بالنسبة للخضرة تسمم معقولة يعني. وعائلة ما نجمش بشخذي، على الحساب هذا، معناها تبدا عنده عائلة بتاخذ 2 كيلو بطاطا، ياخذ 2 كيلو طماطم وفلفل. معناها 15000 مازال ما عمل حتى شيء. في ارتفاع شنو مثلا البطاطا دينار و300، والله انا نقول حليل والزوالي وكا هو. تو نحن واحد الحمد لله كذا، اما نخموا في الزوالي ما يخلطش. 13% طماطم مازلنا في اخر الصيف. تباين في اسعار الخضر والغلال حسب التونسي يرجعه الباعة الى منطق العرض والطلب. تو الطماطم كيما اول الصيف كيما تو مش كيف كيف. اول الصيف بداية السويني موجودة السلعة. تو تقل تولي تغلى. فلفل كيف كيف، كل حاجه عندها بدايه عندها نهايه. غالي لا شيء. الفلفل ب 1300 ويني غالي؟ مش غالي. إذا عرض وطلب، معناها كل حاجه تخضع للعرض وطلب، كان حاجه معناها ناقصه وباهي سوما يطلع شويه تبدا موجوده تبدا يعني رخيصه. بورصة أسعار الخضر والغلال بدأت أسهمها غير مستقرة من وقت لآخر على اختلاف المواسم والمناسبات. تبقى معها عمليات المراقبة الاقتصادية الحل لتحقيق التوازن. عقد وزراء التجارة والداخلية والصحة والفلاحة عقد اجتماعا مغلقا في مقر وزارة التجارة خصص لمناقشة سبل تكثيف العمل المشترك بين مختلف الأجهزة الرقابية للوزارات الأربعة على المستويين الوطني والجهوي، إضافة إلى التنسيق فيما بينها على مستوى الحملات والعمل الميداني بهدف التصدي للتجاوزات المسجلة خاصة في عدد من المطاعم. كنا في نشرة الثامنة استضفنا سيد عمر الباهي وزير التجارة. كل ما ثم يعني احنا باش نطبقوا القانون بكل صرامة، والمخالفين باش يتم عقوبتهم بالإغلاق نتاع المحلات نتاعهم، بحجز المواد الممنوعة، بإصدار المخالفات، والمخالفات باش تكون مالية وتجم حتى تصل للسجن. هذا اللي نأكدوا عليه، اللي الدولة باش تكون حاضرة، حكومة الوحدة الوطنية حاضرة، لازمها تتصدى لهذوما الخروقات هذه. ثم تجاوزات زاد ما نكونوش يعني الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه، ثم بعض التجاوزات، وكي ثم تجاوزات هنا القانون بالمرصاد للناس هذوما، واحنا باش نطبقوا القانون معهم بكل صراحه. قدم وزير الشؤون الخارجيه خميس جهناوي كلمه تونس امام الجمعيه العامه للامم المتحده التي وقف فيها على اهميه الاشواط التي قطعتها تونس على درب البناء الديمقراطي والتحديات المطروحه امامها على الصعيد السياسي والاقتصادي وفيما يتعلق بمكافحه الارهاب، كما جدد من خلالها التزام تونس بالتسويه السياسيه لعديد القضايا وفي مقدمتها القضيه الفلسطينيه والازمه الليبيه. أكد وزير الشؤون الخارجية خميس الجهناوي في كلمة تونس أمام المنتظم الأممي ما قطعته تونس من أشواط متقدمة على درب التأسيس لدولة القانون والمؤسسات، من أبرزها اعتماد دستور يكرس القيم الكونية لحقوق الإنسان وتنظيم انتخابات نزيهة وشفافة، مشددا على مضيها قدما في هذا المسار.
وهي تواصل اليوم بثبات خطواتها كديمقراطية ناشئة لتركيز المؤسسات الدستورية واستكمال الإصلاحات الهيكلية في مختلف المجالات بناء على رؤية واضحة وتمشي توافقي شمل جميع مكونات المجتمع التونسي. وفي معرض الحديث عن مناخ الأمن والاستقرار، أكد وزير الشؤون الخارجية أن تونس تمكنت من استعادة مناخ الأمن وتحسين عديد المؤشرات، بالإضافة إلى إفشال مخططات الإرهاب بفضل وحدة المجتمع القائم على الاعتدال والتسامح والانفتاح. مكننا بفضل وحدة الشعب التونسي وتمسكه بالمسار الديمقراطي ونمط المجتمع القائم على الاعتدال والتسامح والانفتاح على الآخر من مجابهة خطر الإرهاب وإفشال مخططاته، وقد مكن ذلك من استعادة مناخ الأمن والاستقرار وتحسين عديد المؤشرات الاقتصادية ببلادنا. وأكد جهناوي في كلمة تونس على تمسك تونس بالأهداف الطموحة لأجندة التنمية، مركزا على ضرورة معاضدة جهود كل البلدان الإفريقية وفق خصوصيتها لكسب الرهانات المطروحة، وأن التوظيف الأمثل لكافة الآليات الدولية والإقليمية القائمة خاصة في مجالات تمويل التنمية ونقل التكنولوجيا ودعم القدرات من شأنه أن يعاضد جهود الدول الإفريقية في تحقيق نمو اقتصادي مترد وتنمية مستدامة، بما يمكن من القضاء على ظواهر الفقر والتهميش. من جهة أخرى، بيّن جهناوي أن تونس المتمسكة بمبادئ الشرعية الدولية تجدد دعوتها لتسوية سياسية عادلة لقضايا المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، كما تجدد التزامها بالوقوف إلى جانب الأشقاء الليبيين لتجاوز خلافاتهم، مذكرا بمبادرة الرئيس الباجي قايد السبسي لحلحلة الأزمة الليبية. وفي إطار جهود الوساطة بين الفرقاء الليبيين، بادر سيادة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي في ديسمبر 2016 بإطلاق مبادرة حول التسوية السياسية الشاملة للأزمة الليبية، حرصت تونس انطلاقا من أهمية دول الجوار على أن تكون مشتركة مع كل من الجزائر ومصر، بحيث تتضافر جهود الدول الثلاث ومساعيها لمساعدة الليبيين على تجاوز خلافاتهم والتوجه نحو الحل السياسي بإشراف الأمم المتحدة. وبعد التعبير عن عميق الانشغال بما يحدث في سوريا واليمن وما يتعرض له المسلمون الروهينجا في ميانمار، أكد وزير الشؤون الخارجية على جسامة القضايا والتحديات، مشددا على محورية دور منظمة الأمم المتحدة في إيجاد حلول مبتكرة لكسب هذه الرهانات. أعلنت وزارة الشؤون الخارجية أنه تقرر على إثر الإعصار الذي اجتاح جزر البحر الكاريبي بورتوريكو أن تتكفل الدولة بتأمين إجلاء المواطنين التونسيين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن في غضون الساعات القادمة من جزيرة سان مارتان. وجاء في بلاغ للوزارة أنها حرصت على متابعة أوضاع الجالية التونسية المقيمة في المنطقة وخصوصا جزيرة سان مارتان والاطمئنان على سلامة أفرادها. إعصار ماريا هو ثاني إعصار يجتاح المنطقة هذا الشهر، وأعلنت مصادر إعلامية أن ما لا يقل عن 15 شخصا قتلوا في بورتوريكو، إضافة إلى تدمير عدد من المباني وانقطاع الكهرباء. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن بورتوريكو منطقة منكوبة مهددة بفيضانات كارثية. في سوريا، الرد الروسي على الجماعات المسلحة التي استهدفت عناصرها من الشرطة العسكرية المنتشرة في إدلب لم يطل كثيرا، حيث أمطرت الصواريخ الروسية معاقل هذه الجماعات في حماة، مسجلة حصيلة ثقيلة من القتلى وخسائر هامة في العتاد. من عرض البحر الأبيض المتوسط انطلقت الصواريخ الروسية من غواصة حربية روسية هناك لتصيب هدفها في محافظة إدلب السورية. القصف استهدف مراكز إسناد ونقاط تمركز عناصر من تنظيم داعش الإرهابي ومدرعات ومستودعات أسلحة تابعة لتنظيم جبهة النصرة. وزارة الدفاع الروسية أوضحت أن مهمتها كلت بنجاح تام بعد القضاء على المسلحين الذين شاركوا في الهجوم الذي استهدف أمس الأول وحدة من الشرطة العسكرية الروسية منتشرة في مناطق خفض التوتر وتحديدا في شمال ريف حماة.
حما التي غادرها اليوم المئات من المدنيين المحاصرين في جيب يسيطر عليه تنظيم داعش الإرهابي بعد توصل الحكومة السورية والجماعات المسلحة لاتفاق يسمح للذين يريدون مغادرة الجيب بعبور المناطق التي تسيطر عليها الحكومة إلى مناطق خاضعة لجماعات مسلحة أخرى. الخبر أعلنه المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الذي أكد أن المغادرين وصلوا إلى محافظة إدلب التي تقع تحت سيطرة المعارضة المسلحة ولم يتسنى الحصول على تعليق من الجيش السوري عليها. ومع تواصل العمليات العسكرية في سوريا للقضاء على ما تبقى من الجماعات الإرهابية المنتشرة في البلاد، تتكثف المساعي الدبلوماسية على أكثر من صعيد من أجل البحث عن تسوية سياسية للملف. آخر هذه المبادرات تقدمت بها فرنسا وتدعو إلى إنشاء مجموعة اتصال حول سوريا، من المتوقع أن تضم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، ويهدف عملها إلى الانتقال نحو المرحلة السياسية لتسوية النزاع في سوريا. الخارجية الروسية أكدت اليوم أنها لا ترفض هذه المبادرة بل تسعى إلى معرفة الجديد فيها وكيف يمكن أن تؤثر على تنشيط العملية السياسية في سوريا. دعا رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزان إلى كرادة للتوجه إلى صناديق الاقتراع والتصويت بنعم في الاستفتاء على الانفصال المقرر في 25 من الشهر الجاري. جاء ذلك خلال كلمة للبرزاني أمام الآلاف الأكراد الداعمين للانفصال، مشددا على أن الإقليم مستعد للحوار لكن عقب إجراء الاستفتاء، مؤكدا في الآن ذاته على أن التصويت سيجري في موعده المقرر رغم أي تهديدات أو تحذيرات. في خبر ثقافي، تم في المعهد الفرنسي بالعاصمة تقديم العرض الأول للفيلم التونسي تونس الليل للمخرج إلياس بكار. الفيلم تدور أحداثه قبيل الثورة التونسية ويروي قصة عائلة تعيش حالة من الضياع تشبه إلى حد كبير حال البلاد في تلك الفترة. تونس الليل أو قصة عائلة يعيش أبطالها تحولات اجتماعية ووجدانية في فترة حساسة من تاريخ البلاد، وهي الفترة التي سبقت اندلاع الثورة وكانت ملهمة لعديد المخرجين التونسيين. اختيار هذا يركز على أنه تزامن الأزمة اللي يعيشها شخصية يوسف بن يونس تتزامن مع أزمة بلاد. هذا الاختيار فيه أنه فيه دقة نوعا ما، لأنه أزمة البلاد تتزامن مع أزمة الشخصية، وهذاك علاش توقيت مهم جدا. أبطال القصة يوسف وعائلته الصغيرة التي تعيش حالة من الضياع والتفكك والانفصال عن القيم العائلية، أدوار أدها ثلة من أبرز نجوم السينما والتلفزيون. دور اعتقد هام جدا، لانه والفيلم هام جدا لانه يخلي الواحد يتسائل وين كنا وين صبحنا والى متى باش نبقاو عايشين في الضياع هذا. تجربه كيف هذه ما نجم كان نتعلم منها، نخدم مع رؤوف بن عمر معناتها باغفوا نفيق بروحي اللي انا جلوب سيرف معناتها نشوف فيه كيفاش يخدم. امال هذه اللي اكتريس دو جينيروزيتي معناتها تعطي من عندها. والدور يشبه لنا في حياتنا اليومية العائلة التونسية في المتكونة من أم وبو وأبناء، وكل واحد فيش مكبش، كل واحد فيش حاول يشد، وكل واحد شنية ثنية اللي ممكن تهزه وتدفعه لبعيد ويحاول أنه العائلة مرة أخرى والأم تجمع الكل. وبالرغم من كون الفيلم قصة اجتماعية تنقل واقعا مركبا، لأن البعض لم يرى فيه ظلته وقيمه بالمتوسط. متوسط جدا، خرجت يعني بامبريسيون نوتخ محايدة، ما فهمش الانبهار وإلا ما فهمش الديسيبسيون زي الكبيرة برشا، عادي. ريتم بريمون ياسر مقلق، ريتم واحد، وجوه نفس الملامح. تونس الليل سيكون حاضرا في قاعات العاصمة والجهاد بداية من 27 من هذا الشهر، كما ستكون له مشاركة في مهرجان القاهرة السينمائي ضمن مسابقاته الرسمية خلال شهر نوفمبر القادم. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، وتذكير بأبرز ما جاء فيها في عناوين: عدم استقرار في بورصة أسعار الخضر والغلال واجتماع مغلق في وزارة التجارة لبحث سبل تعزيز الآليات الرقابية والتصدي للتجاوزات. في كلمة تونس أمام المنتظم الأممي تأكيد على كسب الرهانات التنموية ومواجهة الإرهاب والتطرف والتمسك بالتسوية السياسية العادلة لقضايا المنطقة.
صواريخ روسية ترد الفعل بعد استهداف قوتها في محافظة إدلب، ومئات المدنيين يغادرون حماة في اتجاه مناطق آمنة. ونشير أنه بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية تونسيا تيفي.تي. نشكر انتباهكم مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء.